من بنغازي الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، يعني هذه الجهود في اللحظات الأخيرة إلى أي درجة يعني يمكن بالفعل أن تفضي إلى السلام؟ بداية مساء الخير لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يعني دعنا نتحدث عن حزمة من الأهداف من هذا الاجتماع. أولا، أنت تدرك بأن اجتماع اللجنة المشتركة متوقف منذ فترة، لسيما بعد فترة منح الثقة للسيد فتحي بشاغة ورفض السيد عبد الحميد دبيبة ومحاولة يعني الانحراف والضغط على هذه اللجنة وتعطيل مسارها. المسألة الأخرى، تدرك بأنه بعد منح الثقة لحكومة فتحي بشاغة أصبح هناك تهديد بمبدأ وقف اطلاق النار بسبب الرفض المتعنت للسيد عبد الحميد بن بيبة، ومن هنا شددت المبعوثة الأممية في أكثر مرة على ضرورة الحفاظ على الهدوء. ومن ثم فدور اللجنة العسكرية المشتركة وعودتها لتفعيل دورها سيضمن استمرار أو تثبيت مبدأ وقف اطلاق النار. المسألة الأخرى، تدرك أن ثمة نقاط أخرى قبل مسألة التسريح والدمج بحسب هذه يعني الأهداف التي أعلنت، لكن يبقى مسألة تفعيل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة مسألة مهمة جدا، لأنها عرقلت حتى وصول المراقبين الدوليين لتثبيت مبدأ وقف اطلاق النار، باعتبار أن هناك يبدو اشتراطات أممية بضرورة إخراج المرتزقة بذي بدء. يعني حتى وإن كان هناك ضامن سيد فرج، لكن دائما عندما يتم تطبيق يتم هناك اتهامات متبادلة من طرف لآخر، ونعود إلى المربع الأول. كيف يمكن بالفعل تحقيق معادلة ضامنة وليست يعني هدنة مرحلية؟ الآن أنا تكلمت عن مسألة وصول المراقبين الدوليين وكيف تم التباطؤ في هذه المسألة، لأنها لديها يعني اعتبارات سياسية خارج حتى ليبيا، لأنها ثمة بعض الأطراف يبدو أنها تعرقل هذه المساعي وتعرقل مسألة إخراج المرتزقة كاشتراط لوصول هؤلاء المراقبين الدوليين. الآن يبدو أن إعادة الزخم لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة سيعمل على تحقيق هذه الأهداف. أولا، سيعزز مبدأ تثبيت وقف اطلاق النار. المسألة الأخرى، من شأنه أيضا أن يعزز يعني المسار السياسي، باعتبار أن هناك تقدما في المسار السياسي وإن كان بطيئا يحصل في القاهرة، لكن هذا المسار خاصة وإذا ترتب عليه مجموعة من يعني القواعد الدستورية والنظم الانتخابية، فإن مسألة التوجه باتجاه الانتخابات أيضا تتطلب توفر الاشتراط الأمني أو المناخ الأمني، ومن ثم تعزيز دور عمل اللجنة العسكرية المشتركة. المؤتمر الأخير يتحدث عن مسائل متقدمة إضافية، وهي مسألة كيفية تسريح تنفيذ الترتيبات الأمنية وما لها علاقة بمسألة حل التشكيلات أو الميليشيات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها. يبدو أن اللجنة العسكرية المشتركة ستعمل على وضع البروتوكولات ووضع اللوائح والنظم التي تكفل هذه المسألة، لكن تظل الإشكالية، وهي أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي لديها نفوذ في طرابلس والتي أصبحت تستخدم هذه الميليشيات كأذرع لعدم قيام الدولة الليبية الوطنية القوية القادرة، ستعمل بادي ذي بدء على مسألة عرقلة يعني هذه المخرجات كما عرقلت في السابق إخراج مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية. من بنغازي الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان، شكرا جزيلا لك سيد فرج.